عزيز المرزوقي الآن في ترقب وانتظار، وفي الدوري السعودي دوري زين إذا كانت هناك أخطاء، وفي التنفيذ هشام أبو شروان حراس المرمى في قلق. هشام وأدي الهدف الآن. نعم بوجا، ما حد يحوشه كما يلقب بوجا إلا بهوشة. هشام أبو شروان يأتي الآن بالمعانقات الأولى للشباك، يأتي الآن أبو شروان ومن سلاح التسديدات يأتي بالهدف الأول والمعانقة الأولى. يعني لديك فريق فيه لاعب مثل أبو شروان لا تيأس أبدا، فالأهداف قادمة لا محالة. هدف من أجمل الأهداف، هدف يحرك المدرجات ككل، بل يحركنا في كباين التعليق. هشام أبو شروان لاعب موهوب، لاعب مبدع، يمتلك قدم متعاقدة تماما مع الشباك، قدم اليسر.